طبعا اليوم ضيفتي نورتني من اليمن الفنانة ايمي هيتاري، نورتيني. حلوة المقابلة كانت؟ ان شاء الله تكون حلوة. أنا جداً عجبتني، طلعنا أسرار جديدة عن إيمي هيتاري، وكل محبين الأنيميشن راح يتونسون بهاي الحلقة. غنينا هواية أغاني صحيح؟ طيب أنا بعد راح أستغلك، أريد حديقة سرية أضيف لكم فضلة. مرة ثانية. في يوم همست في أرضي من يمسح عن قلبي حزني، يرجعني حضراء اللون عشاشاً للأطيار. في يوم همست في أذني من يمسح عن قلبي حزني، يرجعني خضراء اللون عشاشا للأطيار. لحديقتنا في قريتنا ولها أسوار لا يعلم أحد ما فيها تخفي عنا الأسرار. واو واو، شكرا جزيلا، نورتيني. يعطيك العافية.